البنك المركزي الإسرائيلي خصص مع بداية الحرب حوالي 25 مليار دولار لاقتصاد الحرب. هناك مساعدات أمريكية بتصل إلى 14 مليار دولار. حديث عن هذه الأرقام، إلى أي مدى ممكن أن تدعم الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة أنه في بعض التقارير بتتحدث أنه طول أمد الحرب وتحديدا إذا طالت إلى ما يقرب 3 أشهر فده هيعرض الاقتصاد الإسرائيلي لحالة من حالات الانهيار الشديد. هل متوقع يحدث ذلك بالرغم من كل الإمدادات الداخلية سواء البنك المركزي أو خارجيا متمثلة في الولايات المتحدة؟ لا أتصور 3 شهور لن تكون مدة كافية، لأنه ما ننساش أن الاقتصاد الإسرائيلي هي قبيل الحرب كان في حالة جيدة، وما ننساش أيضا الدعم الأمريكي. واتصور انه الاثر السلبي مش بس حتى لو طول الفتره الزمنيه لما يتجاوز 3 اشهر، الاثر مش بس هيكون على الاقتصاد الاسرائيلي، لكن اتصور انه كمان هيكون على المواطن الامريكي اللي صحيح. بالفعل هو الاقتصاد الامريكي والمواطن الامريكي الحقيقه بيدفع ثمن كبير للغايه من مسانده غير مبرره لازمات على المستوى الدولي، سواء كان الازمه الاوكرانيه او ملف اسرائيل. بالتاكيد المواطن الامريكي ايضا هيؤدي لمزيد من الضغط خلال الفترات القادمه على الاداره الامريكيه. احنا الحقيقه شفنا العراك الشديد فيما بين الكونجرس والاداره الامريكيه خلال الاشهر الماضيه في الملف الاوكراني، واتصور انه هذا الامر ايضا بيتجدد مع الملف الاسرائيلي. احنا داخلين على عام حاسم في الانتخابات الامريكيه، اتصور انه من جراء السياسه الامريكيه في ملف اوكرانيا او في ملف اسرائيل هيكون له انعكاس كبير للغايه على الانتخابات الامريكيه. طيب احنا شايفين تخبط في السياسة الإسرائيلية تجاه الاقتصاد، وتخبط اقتصادي كبير سواء ما بين الاقتراض المبكر اللي لجأت إليه إسرائيل بالرغم أنها حصلت على معونات كبيرة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا استدعاء الجنود اللي موجودين في الاحتياط، واحنا عارفين أن هم دول هم أصلا العاملين في المصانع وغيرها، بالإضافة طبعا لتأثر الاقتصاد بسبب عدم وجود سياحة. خطة إسرائيل حضرتك متخيل كيف ستتعامل في الفترة القادمة؟ التخبط، مزيد من التخبط، لانه كما اشرنا الاقتصاد الاسرائيلي حاليا تحت الحصار، الدوله الاسرائيليه نفسها تحت الحصار، وكلفه التعامل بتتزايد خارجيا، ومساله انه يكون في علاقات سواء كانت تجاريه او استثمارات. احنا الحقيقه شفنا هروب للاستثمارات الاسرائيليه خلال الاسابيع الماضيه بشكل كبير للغايه خارج الحدود الاسرائيليه، وده كله هياثر اتباع يعني الاثر السلبي سوف يمتد، لانه حتى لو انتهت الازمه الحاليه اتصور ان الاقتصاد الاسرائيلي سوف يستمر في النزيف، لانه استعاده الوضع الاقتصادي اللي كانت عليه اسرائيل قبيل هذه الازمه هيكون صعب للغايه وهياخد فتره زمنيه طويله، حتى على الرغم من المسانده والدعم اللامحدود من جانب الولايات المتحده الامريكيه، لانه لكن اتصور انه الوضع الاقتصادي دفع ثمن كبير للغايه ويستمر في سداد هذه الكلفه طالما استمرت هذه الازمه مشتعله.